طبعا انا من نوع كاميرا ثانيه. خلاص نسجل احنا الاجواء كلها مشجعه وبتديك فرحه وامل. طب رايك ايه في رمضان المهرجان في العالمين؟ هل ده كلام وقت؟ جدا اصل في ناس انتخبت الوضع الالكتروني ازاي مهرجان القاهره والجونه في العالمين؟ يا حبيبي يعني هو رمضان. حد يعرف الجونه من غير مهرجان الجونه؟ يا رمضان حتى لما مهرجان الجونه وقف سنه ولا بتاع الناس بقى عندها فلل وعندها شاليهات وعندها السياحه بقت الناس كلها بتروح للجونه. رمضان كده احنا نكتشف العالمين وهنكتشف اماكن كتيره قوي قوي في بلدنا. والله بص التكريم والحضور والزهور دي كلها حاجات بتكرم الفنان اللي الناس عارفاه والناس حباه والناس بتشجعه على شغله. دي حاجه طبعا تشرفه جدا.